ازيكم عاملين ايه؟ عايزين نتكلم مع بعض كلمتين كده بخصوص مسلسل بريكنج باد. مسلسل بريكنج باد هو ده مش ريفيو عن المسلسل ولا حاجه، هو المسلسل اصلا مش محتاج ريفيو. المسلسل من اعظم المسلسلات في التاريخ، يعني المسلسل من اعظم المسلسلات. اللي ما شافش المسلسل ده يبقى ما شافش مسلسلات، يعني اللي غاوي يتفرج على افلام او مسلسلات او كده وما شافش دوت ما دخلش دنيا. يعني الف ب مسلسلات بريكنج باد، لازم تتفرج على بريكنج باد. بس فلازم لازم تتفرج على بريكنج باد. فانا في الفيديو دوت يعني بسقف لبريكنج باد وبطلب من الناس انها تتفرج على بريكنج باد. بريكنج باد يعني اختلال ضال. اختلال ضال معناها يعني التغير للأسوأ. يعني شخص كويس جدا وملتزم ومحترم ازاي بيتغير للأسوأ والأوحش مع الوقت ومع كل تفصيلة ومع كل موقف بيتعرض ليه، ازاي بيتغير. بريكنج باد يعني اختلال ضال او اختلال او تغير للأسوأ. في مسلسل هتتعرف على شخصية رئيسية والتر وايت، ده عبارة عن مدرس كيمياء عنده اسرته، مراته وابنه الكبير وطفلة صغيرة. طبعا مستر وايت بيكتشف ان هو مصاب بالسرطان، وطبعا ده بيأثر على نفسيته جدا وبيقلل من، يعني هو خلاص حاسس ان هو هيموت يعني، وايامه في الدنيا بقت معدودة. فبيقرر ان هو يعني يحاول ان هو يسيب لاسرته فلوس علشان خاطر يعني ايه، يحاول يسيب لهم حاجة قبل ما يموت يعني. فطبعا في وقت ما، في مشهد ما، بيقابل ولد كده، شاب كده بيبيع مخدرات. المخدرات دي اسمها الميثامفيتامين. الميث ده يعني مشهور قوي في البلد، هو المتداول، هم الناس بتتداوله وهم اللي بيشربوه يعني. فبيكتشف ان الولد ده كان طالب عنده اصلا في المدرسة، بس طبعا بقى ما شاء الله يعني باظ، والولد بايظ وبيبيع مخدرات يعني. فمهم يعني ايه، يعني حصل حوار كده، وفي مشهد يعني بيبص كده يعني ايه مع المخدرات الميث ده اللي هو الولد بيبيعه، فطبعا لقاه يعني مادة سيئة جدا، يعني مش متصنعة كما يجب، لان هي بتتصنع عن طريق الكيمياء، يعني عن طريق تركيب مواد كتير كيميائية على بعضها بتصنع مادة الميث دوت. فطبعا لقى ان المادة دي رديئة جدا يعني. فطبعا والتر وايت بما انه هو استاذ في الكيمياء، مجرد ما شاف المخدر الميث ده لقى ان هو جودته وحشة، وان هو مش بيور، وان هو مش متصنع بالطريقة كما يجب. فطبعا اللي هو جيسي بينكمان اللي هو الطالب اللي كان معاه قال له قد ايه ان الموضوع مربح، بيجيب فلوس، وبيع الميز ده بيجيب فلوس جدا وبيكسب. فطبعا مستر وايت قرر ان هو يشتغل في الميز وبيصنعه بطريقه كويسه وبجوده عاليه وبخامات كويسه، ويبيعه ويكسب فلوس يسيبها لاسرته. عايز يسيب لمراته وعياله فلوس حرام يعني، من الاخر يصنع مخدرات ويبيعها هو وجيسي بينكمان، ويبقى معهم بقى فلوس ويقدر ان هو يسيب لاسرته فلوس يعني. فده كده القالب الاساسي خلاص من المسلسل يعني. بدا الصورة كلها بدأت تتضح في حلقتين ثلاثة، أو في حلقة أو حلقتين بكتير قوي يعني. ففي حلقتين ثلاثة تلاقي الصورة كلها بدأت تتضح. مدرس كيمياء بيعرف يصنع مخدرات، هيصنع مخدرات وهيتاجر فيها وهيبيعها علشان خاطر يجيب فلوس يسيبها لأسرته، لأن هو عنده سرطان، لأن هو هيموت. فطبعا هتبدأ ان انت تتعاطف معاه وبتاع، ويعني ايه الموضوع حلو كده في البداية. وبالفعل هيقروا الفاتحة ويتوكلوا على الله، ويبدأوا ان هم بقى ايه يشوفوا بقى كل الوسائل والطرق الممكنة اللي هتساعدهم ان هم يصنعوا هذه المادة المخدرة علشان يبيعوها، وربنا يكرمهم ويفتح لهم ويرزقهم كده يا رب بإذن الله. فطبعا بقى بتتوالى الأحداث يعني بتفاصيل دقيقة جدا وتفاصيل مهمة جدا، ولكل المعوقات ولكل المشاكل اللي هتقابلهم. من اول المعدات، هنجيب معدات منين؟ انا مدرس كيمياء، والمدرسة اللي انا فيها معدات كيميائية، اللي هي القوارير والاواني والحاجات. في حاجات اشتروها وفي حاجات جابها من المدرسة. عندك المواد الكيميائية اللي هنشتريها، طبعا نطبخ المواد الكيميائية دي هنطبخها فين؟ لان احنا وقت بنطبخ مخدر ممنوع، فلو حد قفشنا واحنا بنطبخ هذا المخدر هنتسجن. فطبعا لازم نشوف مكان. فطبعا بدأوا ان هم يدوروا على مكان، وبدأوا يشوفوا شاحنة او عربية كده يسوقوها بره البلد، يركنوا فيها ويطبخوا فيها هذا المخدر. وبعدين لما يطبخوا المخدر دوت ويصنعوه بجودة كويسة، هيضطر ان هم بقى يبيعوه. طب هيبيعوه ازاي؟ هيبيعوه جملة ولا هيبيعوه قطاعي؟ فطبعا بما ان هم ما عندهمش تاجر كبير يروح يدوله البضاعة دي جملة عشان هو ياخدها يبيعها قطاعي، هيضطروا هم يبيعوها قطاعي. فطبعا اتفق مع جيسي انه هو هيصنع وجيسي اللي هيبيع، ده كان الاتفاق. فبالفعل
مستر وايت صنع المخدر بكفاءة وبجودة عالية جدا وطلع بيور بقى، وجودة مش موجودة خالص في المكسيك، جودة مش موجودة في المكسيك، المكسيك كلها مفيش فيها مخدر بالجمال ولا بالطعامة ولا بالحلاوة دي. فطبعا يعني مستر وايت بحسبها بالورقة والقلم، انا صنعت والله يا باشا 2 كيلو يبقى هيجيبوا ربح مصروف قد كده، يطلع ربح قد كده، انا باشا عايز قد كده. فطبعا بقى جيسي بقى طلع تاريخه يا عيني، بقى يحط بقى في اكياس ويقسم في اكياس، ويقف بقى في الزقاق وفي الازقة وفي الشوارع الضيقة يبيع بقى الاكياس بقى بتاعت المخدرات دي، واحد يضحك عليه، واحد ياخد منه يجري، واحد يهرب يتكل علقة. فطبعا يعني بدأ يواجه مشاكل كتير جدا عشان خاطر يبيع اللي هم صنعوه. وهنا بقى طبعا بتكمن المشاكل، يعني انا صنعت مخدرات هيتطلب منك ان انت تهرب من الحكومة عشان ما يعرفوش مكانك، هيتطلب منك انك تبيع المخدرات دي، هتبيعها ازاي، ولو حد ضحك عليك هتعمل ايه، ولازم تدور على تاجر تقيل يكون كويس تديله البضاعة كلها وتخلص، وهو يبيعها قطعي براحته عشان تنجز وقت وتبيع اسهل، وفي نفس الوقت اسرتك ما تعرفش، ومراته لها اخت متجوزة شرطي والشرطي يبقى عارفه. وطبعا ده يتطلب منك بقى الكثير من الذكاء، انك تفصل حياتك العملية كمدرس عن حياتك كتاجر مخدرات عن حياتك في البيت. لا الموضوع بقى طبعا في حبكة درامية رائعة لن تراها يعني في حياتك، لن ترى لها مثيل. فطبعا تتولى الاحداث ويشدك الموضوع اكتر لحد ما يلاقوا تاجر هياخد منهم الحاجة جملة، فدي تبقى حاجة كويسة ان انا الكمية اللي انا صنعتها هبيعها كلها مرة واحدة وهكسب فلوس كتير. فيجي التاجر دوت يضحك عليهم، ياخد الكمية كلها ومش هديك حاجة يا باشا، انت مين انت اصلا، ده ناخد منك الكمية وموتك وملكش دية. فطبعا هتعمل ايه، هتسكت وتطاطي وتنخ وكده وتركن في جنب وتمشي جنب الحيط، ولا تتصرف وتسترجل وتروح تواجه عصابات بعد ما كنت انت مدرس في حالك، مدرس كيمياء يعني في حاله، ويعني ايه ماشي جنب الحيط للوقت انت هتواجه عصابات، انت متخيل؟ فطبعا المسلسل فيه كمية فضول رهيب، ازاي رجل عادي طبيعي عايش حياة طبيعية فجأة هيواجه عصابة والوحده مفيش معاه حد. فطبعا المسلسل بيشد من كل الجوانب ومن كل النواحي بشكل مش طبيعي. بريكنج باد يا جماعة مسلسل خطير بكل تفاصيله بكل مشاهده، ازاي الراجل دوت كمدرس ازاي قدر ان هو يتحول لراجل يعني تاجر مخدرات كبير وهو لوحده. فطبعا بقى مدرس كيمياء محترم جدا وبتاع، هتتفرج بقى ازاي هو قدر ان هو يتحول لراجل بيصنع مخدرات وبعد كده شويه شويه بيبيعها، بعد كده شويه شويه بقى بيدور على تاجر كبير عشان يبيع له جمله، ويا ترى لو حد كشفه او عكشه هل هيضطر في يوم من الايام ان هو يقتل؟ طب لو قتل هيخلص من الجثه ازاي؟ طب هيقدر يهرب من الشرطه اطول فتره اطول وقت ممكن، يقدر يخبى على مراته واسرته ويهرب ويعني ويبقى دايما مش باين من الشرطه او متهرب من الشرطه، او يفضل خفي هويته دي لاطول فتره ممكنه؟ وهل هيجمع ثروه كبيره من المخدرات اللي هو بيصنعها دي؟ طب لو جمع ثروه كبيره هيعينها فين؟ وازاي هيقدر يعمل غسيل للاموال دي؟ وازاي هيقدر طول الوقت ده كله مخبي على مراته واسرته ونسايبه ان هو لسه يعني مدرس في المدرسه وبيتعالج من السرطان وبياخد كيمو ثيرابي، وازاي هيقدر يخبي كل دوت نشاطه الاجرامي التاني اللي هو بيصنع مخدرات، وبقى معاه موبايلين، موبايل عشان الشغل وموبايل عشان البيت. وطبعا يا باشا يعني دخول الحمام ازاي خروج وانت مجرد ما تدخل هذا المجال وتبدا تتعرف على العصابات وتنخرط فيهم وفي تجارتهم ما تقدرش تخرج منها بسهوله، خصوصا لو انت عايز تفضل متكتم على حياتك وعلى وضعك. وطبعا جيسي بينكمان ده اللي هو الطالب اللي كان عنده اللي هو المفروض ان هم بقوا شغالين مع بعض، ده بيصنع وده بيبيع، الولد ده كمان برده يعني طايش، يعني برده ماهوش في نفس دماغ وعقلية وذكاء مستر وايت. فطبعا هتصدر منه بعض التصرفات الطائشة الغبية لان هو بيسمعش الكلام، وفي نفس الوقت برضه يعني مستر وايت بيحبه جدا وخايف عليه جدا، بيعامله كأب، يعني بيتعامل معاه ان هو كأب وان هو ابنه. فطبعا كان خايف عليه طول المسلسل، وفي نفس الوقت الولد طايش وما بيسمعش الكلام ومش بينفذ الكلام بتاع مستر وايت بالظبط، فكان طبعا لازما ولا بد ان مستر وايت يداري على مصايبه ويحل له مشاكله
يعني الموضوع يعني هو الولد ده برضو كان بمثابة عبء عليه كمان. بصوا يا جماعة مسلسل عبقري جدا جدا بجد يعني. مستر وايت في المسلسل راجل ملتزم، راجل مدرس كيمياء أبها محترم، مجرد ما هو خلاص قرر ان هو يبتدي حياته في هذه السكة عشان تصنع مخدرات عشان تجيب فلوس في أسرع وقت ممكن، ده يعني تطلب منه يعني تضحيات كتير جدا. يعني هو المسلسل بدأ بإيه؟ ان هو انا خلاص هصنع مخدرات فواجهتني مشكلة فانا هحل مشكلة، خلاص كده اول ما المشكلة تتحل تظهر مشكلة جديدة، يوم هو ايه يروح يحل المشكلة، اول ما تتحل تظهر مشكلة جديدة فيروح يحل مشكلة فتظهر مشكلة جديدة يروح حل، وهكذا طول المسلسل المشاكل بتكتر وبتتفاقم، وفي نفس الوقت ده بيأثر عليه وعلى حياته وعلى شخصيته، وبيفجأة بيتحول لواحد تاني خالص. انت مش هتحس بده، مش انت كمشاهد مش هتحس بده، هتلاقي نفسك كنت يعني لو انت بتتفرج على السيزون الاول هتلاقيه واحد، ولو بتتفرج على السيزون الرابع او الخامس هتلاقيه واحد تاني خالص، تحول منك فجأة، بهوأ منك فجأة وانت مش حاسس. يا جدعان الراجل ما كانش كده، ده انا سايبه كويس في فجأة الراجل بيتحول بشكل متقن للأسوأ، وبيتغير للأسوأ وبيختل للأسوأ بشكل مش طبيعي مجرد ما هو انخرط في هذه الأعمال. مسلسل عبقري بكل ما تحمله الكلمة. يا جماعة مسلسل جامد جدا بصراحة، أنصح أي حد بيتفرج على المسلسلات إنه لازم يشوف المسلسل ده فورا. لو عايزين جنب الألعاب كده استمر في يعني مراجعات الأفلام والمسلسلات، حط لايك على الفيديو وشارك على القناة واستنى الحلقة اللي جاية.